رجت الشريعة حرمت قالت وجه المرأة حورة لا يجوز ان تنظر في شيء. انت هون ما في عنا حكي ابدا. ليش كتير تسمعي؟ اذا الك اشكال تكتبي ورا وتبعتي لي انا، لا تسألي حدا، لا تروحي للدب. وهكذا المرأة بناتي الان بتصير محامية، بتصير كذا، هذا كله خوف ومرض. نزلت عن كيانة في اوروبا عبارة عن خدامة بتشيل الشنتاية وبتنزل تشيل اغراض وتشيل لحمة وتشيل خضرة وكلبة معها الى اخره. لا، عندنا المرأة ستين، وبالفعل المرأة مو بس بتربي الاولاد، بتربي الزوج، حتى الزوج بتربي. ولما بده يطلع المرأة الصالحة التعية النقية تلحقه لزوجها لباب الدار بعد ما بتدعيله يشترك وكذا، بتقول له يا ابن عمي انا امانة عند ابن الحلال، انا ما بطلب منك الا تجيب لي شيء من الحلال، ولو كسة خبزة، ولو شقفت شيء اصل العورة. وبتعرف ليش؟ لانه اذا كان مكسبك في الحلال وطعامك في الحلال ما بحكي مع غيرك، ما بقعد مع غيرك، ما بشوف غيرك، ما بروح على غيرك، بحفظ لك بيتك، بكون هون راعي عندك. وهذا كله صحيح بناتي، بس شفتوا المال حرام الرجل، المرأة راحت منه والولد راحوا بدون شعور. ما اللي بتروح للسقاطة، حاشاها ولا بتجي ببالها. لك وين راح ابو مرة؟ ابو مرة وين راح؟ بعمل لها ألف حضارة وألف مسألة حتى يسحبها. منو الجاني؟ منو المجرم الأول؟ هو الزوج. قلت يا أخي أنزل عندي واحد من العراقيين شيخ ودعني لا بأس به. قال لي، قلت له لأبوي، قال لي بعطيه 20 دينار يعني 200 ليرة سوري في الشهر. هو ولد باب. قال له يا أبي أنت ليش بتماطل بالدفع؟ وليش بتحلف ايمان في البيع والشري؟ قال له هالصغار لم نخليهم. قلت له بسلم عليك الشيخ وبقول لك اشتري لك خنجر وحطه عندك حتى يقتلوك فيه الاولاد الصغار، لانه عم يتغذيهم بالحرام وما بيطلع من اللي بيتغذى من حرام الا الحرام. قال لي يا استاذ الان قدامه بضر بعضهم بالنعال قدامه، يعني ما مستنسين في ابيهم. بناتي خذوها عني، الاكل في الحلال، عينيكم بتنضبط، بصركم بنضبط، لسانكم بنضبط، فيكم تنضبط، ايديكم كلكم تنضبطوا، ما بتعملوا اي مخالفه. ليش؟ يكون عم تاكلوا من مال الحلال. فمال الحلال قبل كل شيء. لا يعادل الالف ما بيعادل الواحد. الالف من حرام بده يسوي لك الف طريق تمشي عليه من حرام. لكن الحلال سدد لك كل الطرق الحرام ابدا، سد من بولاد، وما بيوجهك الحق الا للطريق المستقيم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. لا تفرقوا كثر صلاتكم، الحق بلفها بزرق المصلي، هل وجد لها خشوع ام عقل منها؟ اذا ما عقل منها بلفها بضربها بوجه الله. قل له انقلع انت وصلاتك، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هي انت عم بتصلي وباقي في الفحشاء والمنكر. سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه، يوم من الايام هو قاعد بالتجلي وقال له شيطان عمل عرش وتجلى عليه، قال له عبدي ابحت لك المحرمات وصلت لي. قال له اخسأ يا خبيث، ان الله ينهى عن الفحشاء والمنكر. داب دوبر من الحراحة باتت. قال كتير ناس بيظنوا اني الله، بيظنوا الملائكة كذبين شاطين عم بيلعبوا فيهم كما يدون. لو كان صحيح ملائكة كانت حسنت اخلاقي، كان رجعت للمرجع في الصغيرة والكبيرة. الشيطان له كل مدخل، ما بدخل للشيطان، داب اسمه شيطان. فالمرجع بعرف كل الطرق من اولها الى اخرها، بعرفها صغيرة وكبيرة وفي العتمة وبالضوء، وين ما كان كلها بعرفها، والبيوت كلها بعرفها.
خصال؟ بتجعل المرجع اما بكتاب او بسؤال او شكل اشكال بدلها على اقرب الطرق، الطريق اللي كان بفكرة بدها تصل اليه بمية سنة بتصله بدقيقة واحدة، وهداك فيه ما فيه. كم وكم من انسان يا بناتي لما بسك من نفسه بحاله بصل ل96 درجة، السير الى الله 100 درجة، بال96 درجة بهو فيه الشيطان الى الرابع درجة، 92 درجة بهو فيه فرده الى الشهوة، بعد بقول ايش علي بترك الصلاة وبترك هذا، ليش ماله مرجع او مرجعه لعاب ما فهمان في هلا مراجع مرجعين، لكن والله ما بفهموا طاها من طاكة. نحن بنعرف المرجع اقل الدرجات، ما بحب الليرات، ما بشرب سكرات، ما بغتاب، ما بمدح حاله، ما بذم غيره، ما بك على غيره، هذا خلق الله، كل الناس خلق الله، كلهم بدعين الله وبدعي له، حتى اذا حدا تعدى عليه دار بدعي له في الليل في النهار، يا ربي هذا عبدك، عقله صغير كبر له عقله، بالفعل كبر له عقله. فالمرجع بده يكون مثل محمد صلى الله عليه وسلم، كل الدنيا شجاع كريم نزيع عفيف مكلان فهمان، عنده حقائق، عنده لطافة، عنده كل الكمالات. لذلك السالك بده يجي لعنده بده يطلب الله، هذا بمقدار صدق ابنال من المرجع. مثلا اذا قلنا الصدق 100 معه 5 من هالخمسة، كل خمسة بتضيع الرزاقين بسوقها، واحد بضيع 99، هدول كمان الحقيقة. الظلمات بناتي، الظلمات امور وهمية، ما له حقيقة، النور له وجود. لذلك لما بيجي نور ما ببقى ظلمة ولا ذرة، لكن شرط اساسي اللي بده يجي المرجع ما بده يخالط احد الا بامر المرجع، مو حتى باذنه، بامره. اذا امره قال له وين بريد يروح، ما بيسيبه شيء البتة، لانه الملائكة حافظته على الدوام. كل انسان معه 360 ملك، كل انسان عم بحفظوه لسمعه وبصره ولسانه وجسمه، وعم بحفظوه كله من اوله الى اخره. في ناس بيشربوا السيكارة، الملائكة 360 موزعة زيادة على الدراس بقعدوا، هدول اسمه النجدة، باخذ السيجاره وبتطبخ عليهم. اعوذ بالله من الشيطان، هذول الملائكه طاهرين نظيفين لطيفين، ما بيعرفوا. واللي بياكل توم او بياكل بصل مشان يشهد نفسه لحظات، او بغتاب او بنم للسريحه، ابشع وابشع 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 من كل اللي بمدح نفسه. ليش بمدح نفسه؟ المدح نفس قسمين، قسم مامور به مثل الانبياء والرسل والاولياء العارفين، مأروم به مشان فائدة الجانب، وقسم لا بمدحوا نفسه حتى يسمى كيان عند الناس. هذا أسقط ما رأت عيني، أول كل شيء هذا هو أصلا ما هو موحد، عنده شرك جواته، عم بظن أنه إذا قال لهم هالكلام بيعتقدوا فيه. إيه وينه الله لكان؟ الله ما فيه، كله ما في غير الله. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، قال عندكم شيء من الطعام؟ قال عندنا شيء من اللحم. قال بروح وبرجع. تأخر صلى الله عليه وسلم، أعطوها للفقراء. قال هل عندكم؟ قال والله أعطيناه. راح قال لا، اللي أعطيته هو الباقي، اللي أعطيته صدقة هو الباقي. هكذا الصحيح، اللي بيعطي لله هو الباقي له، خصوصا هناك يوم القيامة، خصوصا على الإيش اللي بده يكون ماشي على الصراط، خصوص وقت السؤال، خصوص وقت الميزان، خصوص. لا بنات، لا يلبسكم الشيطان ويغلبكم الشيطان، البسي روحي وسعي والدين في القلب، بتكذب 100 مرة الدين في القلب. اللهم صحيح، اذا واحد عمل الذنب وعرفته الذنب وتابت وجد اللهم صحيح، لكن ما بالصوم ولا بالصلي وبتكذب وبتخون هي احسن من اللي بصوصها، هي بتكذب ابدا مو صحيح. لو كان صادق كانت الله امرها لازم تعتبر، طالما الله امر بالصلاة بالصوم بالصدق لازم تعتمد. هي كثير واقعة. قال ايه اخوة يصير مع الام والولد الاولاد، ام ارملة وعنده ولدين، ولد كبير وولد صحيح، فمو بناتها يسرع كثير كثير، ولد كبير مجوز
وصالح. ولد الأصغر ما مجوز لكن طالح شارب خمر وصالح. بيجي الأخ الكبير بنصحه لأخوه الصغير، قلت لك يا خيو أنت ابن فلان، أبونا كان كذا، ليش ما بتتوب؟ ليش ما بترجع الله؟ تقول له هديك إذاك منه بده يدخل الجنة قبلك، ما بخصك. الناشز يظن إنه هذا بار لأمه، بكذب اللي بقول. أمه بدها تدخل جهنم قبل ابن الصغير. الأم إذا قامت بالأمومة على راسنا، لكن مو تقول له لأخوك لأبنه الكبير روح على الحبيبة اجدك منه هذا بده يدخل الجنة قبلك. شو مدخل الجنة؟ ما بصلي ما بصوم. عجيب الله، إذا واحد لا بصوم ولا بصلي وبكذب وصاعط وواطي شو مدخل الجنة؟ لا يا بناتي، الجنة طيبة، جنة طاهرة، جنة نور، جنة ما بدخل الوسخين. حتى قال الله تعالى طبتم فادخلوها خالدين. فبعض أهل الله من الآن، فبعض أهل الله من الآن بيموت من هون بيروح عند الله من هون، طيب طاهر ما عنده لا ماما ولا بابا ولا دادا غير الله أمره تمر ونهى انتهى. هذا هو مهم، هدول الأولياء الحقيقيين، هدول المحفوظين، ما بقى منهم مخالفات أبدا أبدا أبدا. وتجرب منكم وحدة التوب التوب النصوحة يوم واحد من الله تمشي. واحد في الكلية كلية الشريعة بظهر أو الآداب راح إلا بالصيف لعندنا، مدحني حاله إني هو منيح وتقي ونقي وصالح وكل الجماعة. بعد ما قعد بالصيفية هالصيفية قعد وبده وراح لهني عشان اجى لو يشكي لي، قال يا شيخي تلعب، قال ما بتعرف اقعد مع حدا؟ مين؟ ليش؟ قال ما بعرف، قال لا انا بقول لك ليش؟ كان ما عندك نور، صار عندك نور، صرت تميز، صرت تعرف الخير من الشر، والعقل ما بدخل في الشر بدخل بالخير، هذا العقل، عقله طاير ما عم بعرف مفهوم اللي ليش ليش؟ قبل ما في عندك من تجيك بنت الملك اللي قلنا لكم عنا، كان في الظلمات، كان في الكفر، ما بتميز مثل أعمى، ما هو شايف شيء قدامه، أعمى البصر وأعمى البصيرة. لما انقسمت وميزت وإجاها الرجل الولي قلنا لكم من حلب أم غير حلب، راح فقلنا لكم الحق سبحانه وتعالى من بعت ولي من أوليائه إلى بلد من بلاد أوروبا أو غير أوروبا، له شكلين، يا ببعثه بقول له روح على الفلاني اعمل كذا وعمل كذا، يا ببعثه بخلي له امور موكل لاولاد الصغار. هذا ما امر، قال له روح للبلد الفلاني وبس، فهم انه اولاد صغار بده يدلوا. هذا لما وصل بده يعوج بالعوجة ولا ولا صغير، عمه قال له وين رايح؟ قال ليش المشترين؟ قال لهم بيت ملك، ما عندك خبر؟ بنت الملك مرضانه وعم جوا الحكماء وما عم طوب وما عم توق وما عم تطيب، والان الملك حلف يمين انه اذا اجى طبيب قال انا طبيب وما طابت بده اقطع راسه. فهم فهم الرجل. دم طاير دخل عند الملك سلم عليه، قال له ايش وظيفتك؟ قال له انا جاي حكيم، بلغني بنتك مريضه. قال له سمعت ايش قلت انا اللي ما طيب؟ قال له نعم، لكن تاذن لي اروح عليها وحدي. قال له وهو ضعينين بالفرشه هي فتح باب البيت بتقوم مثل الطير طاير، تقف بين ايديه مدار تبكي. قال له وينك لهلا؟ هي طلبت من الله، طلبت يبعث لي اخوها. وينك لهلا؟ خليتونا في بلاد الكفر وبلاد الظلمه، قبل ما كنا نفهم ما نعرف ما نميز، الان جاءنا النور وانتوا قاعدين بدور اللطافه والايمان والنور وما شابه ذلك، ايش تريدي؟ قالت له خذني عبلادكم. قال له ايه يا بنتي شلون اخذك عبلادنا وابوكي ملك؟ قالت له منو جابك؟ قال له صدقتي امشي من هكذا. ان الله على كل شيء قدير، ان ربك فعال لما يريد. بناتي ما في عند الله بقدر بقدر بصير ما هي ما هي موجوده، ما في اعدام ما اعدام، كان امر كان ما في، كان خارب الدنيا قبل وتاب توجه الى الله، بقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
فهمتم من الله ما في عنده حاكم عليه، لا نبي ولا رسول ولا ملك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نحن كلنا عبيد إلى الله سبحانه وتعالى. جرت عادة الله إذا الإنسان ماشي على الصراط المستقيم بيعطي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السنن فتفرق بكم. لما بنمشي على الصراط اللي الله أمرنا عليه ولا بنلاقي كله كمالات وكله أنوار وكله فهم وكله لطافة وكله كله إلى خير، وهداك ماله خبر عم تلبس وبتروح وبتحكي وبتجر وبتطلع وبتعمل، خبر ما في أبدا. وقال ما في خبر. في واحد كان معنا بزمانه في السير بعد ترك في أثناء كذا، ابنه اجى لعندنا قال له ابنه وين راي؟ ما في شيء، لو كان في شيء كان رأينا لك خائن، مو هيك الجواب كان تقول. تقول له انا انقطعت الطريق او انا ما شفت ما علي شيء، لكن تقول ما في، هذا حكم ما هو صحيح. البتة حكم هذا ابنك الله من عليه بده يعطيه، انت عم تسمع بتقول له ما في، هذا ذنبك بمئة ذنب مو بذنبين، ذنبه مئة ذنب، هو ما رجع ما في مانع، لكن يقول له لابنه ما في شيء. ليش؟ بحيث ما رأى. طيب كان واحد اعمى، واحد قال له انظر للعواميد، الاعمى ما في عواميد، شو بده يشوف عواميد؟ بده ينكر يقول ما في عواميد، لما تفتح بشوف العواميد بقر وبعترف. وانتو تفتيحكم ايمت؟ عند التوبه. لما بتوبوا التوبه الناس، والله يا بناتي انا ما بقدر اشعر ولا بقدر انظر الا رب محمد ذاته من كل الوجوه، وما النصر الا من عند الله، ان تنصروا الله ينصركم. الله املك، ليش ما عم تأتمري؟ قال لك تغطي، ليش عم تغطي؟ قال لك لا تكذبي، قال لك لا تخوني، قال لك لا تقعدي مع كذابات. لك بنتي لو ما كذبتي انت، هالكذب اللي بدرسكم في المحلات الفلتانات والله لا يمكن الا كانه متخبي. بس كان صلى الله عليه وسلم اذا عدى من طريق وكان الطريق مغضوب عليه وراكب لقطة يغطي رأسه ويمكن ناقطة حتى تركض، مع كون هو سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. كل ما كان إنسان ألطف بدرك أكثر وبفهم أكثر. أي خذوها قاعدة مضطردة. فهالناس الآن ما في خبر أبدا، وبصوم وبصلي وبحج وحجتين وخمس حجات، وهو ما عنده خبر البتة. بس الدنيا عنده الولادات، يخرب بيت سدك، ولاد ولادك انت، هدول عبيد الله، هدول الله حطهم عندك امانه حتى يكبروا، بس بلغوا راحوا ما بقى لهم شيء. هدول امانه، لازم تحسن امانه، لازم تجيب لهم حرام طعميهم، يقول له يا رب اللي بعثت لي هن ببعث لك، بس انت امشي على الطريق المستقيم. اذا مشيت على الطريق المستقيم ما بشوف الا الخير الحقيقي. المال بيجيك ما يكفيك اذا قلنا ما اغناك، بيجيك ما يكفيك. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي ما عنده، واذا جاءه جماعات بحاجه يقول استدن علي. هذه موجوده الى يوم القيامه، في ناس قائمين فيها، بيعطي ما عنده من دار مستدين عليه، لانه الناس بتامنه، مصادق امين، الناس بتامنه. بيستدين وبيجي الجاهل الاحمر. اجى سيدنا عمر رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم اجوا عليه جماعه قالوا استدينوا علي. قالوا سيدنا عمر يا رسول الله الله ما كلفك بذلك. قال له اعلم ذلك. دار ظهره سيدنا عمر قال انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. يا ذا الله يقول شيكم فيكون ولا تصيبوا خلي، والله عيب 100,000,000,000,000 عيب. والحق امرنا بالصدقة وامرنا الحسنة بيعطينا 10 في الدنيا قبل الاخرة، بيعطينا 70 بيعطينا 700 وبعد 70,000 وإلى ما ننهي. ثم بيعطينا عن هذا وذاك، دعونا من المال بيعطينا الرضا وبيعطينا البركة بالشيء القليل. اللهم اللهم صحيح
اللهم صحيح اللهم صحيح هذا موجود. اذا كان واحد ارتكم عقلي قال لك واحد واحد اثنين سوني واحد امس عم بقلن انه انسان كان يجي عندي ضيوف يقول لي عندي واحد بدوي شريك ميت. قال لي يا شيخي والله قلبي وجعني عليك. قال له ليه؟ انا العالم 70-80-100 بدك تقدم اكل وشرب وخبز انا اضحك. قال له يا ابني هدول مين جايين علي؟ هدول جايين على الله، والله سبحانه وتعالى له الرزق. هدول ما قدر لماضي غيك ايام ضغى لابد ايام ضغى. هدول بيجي رزقه اللي عندي قبل ما يصلوا الي. انا ما بطعمين من عندي حدا، لان انا بدهم يطعميني. الله هو بطعمين وبطعمين. امس وحده قال شلون؟ شلون بيجي رزقه؟ انا زوجي معاشه مثلا 500 ليره. ايه؟ اي مش جديد كم يوم. ايه؟ قال ايه طيب اذا كان عم جينا خمسه. اليوم اجانا 10,000 مو بده ينقص معاشنا؟ قلنا لك كان بده تنكسر اجرك او بده يسوي لك عمليه، بقول ما بصدق عمليه. ها انت اجي بتفهمك. فهمتوا بناتي؟ بيكون بدك تروحي سيرك انك لابنك لزوجك للي اللي عندك بالعائله بيصيبه بده يحطوا له عمليه بده 1000 ليره 2000 ليره بدك تضطري تروح تتدين ويبعددوا فيها. هي كرامة لهذا الضيف ما بدك تنكسري ولا بصيبك شيء. فهمتوا بناتي؟ الرزق عند الرزاق، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مو نحن نرزقنا، نحن بدنا نرزقنا، والله بحاجة نحن. أنا بطلب من ربي بقول له يا رب تراني داخل عليك دخول عرب. أنا إذا طلبت منك وما بينفع لي لا تعطيني إياه، لأنه أنت عالم عليم علام. إيه أنا جاهل، إيش معرفني؟ وبالفعل بناتي لما بيعطينا بوفقنا وين نحطه. لكن اذا جلبنا خصوصا كانه من حرام وين بده نحط؟ نعوذ بالله نعوذ بالله الى اخره. فنحن عندنا الاصل المدار الاول وهو التبديل، تبديل الاخلاق. ولما الانسان بتبدل بيكون كسيف كسيف من اكسف الناس، لطيف لطيف من الطف الناس، مبسوط مسرور مرتاح كريم بكى الى اخره. هذا منين اجا؟ من الوجهة الى الله سبحانه وتعالى والايمان بالله. انت عم بتقولي مؤمنة او بتقولي مسلمة بتقولي محسنة، لانه الدين مركوز على ثلاث حقائق: ايمان واسلام واحسان. دعينا الاحسان، هذا الاحسان ما حدا عارف فيه الان غير الصوفية. دعينا ايمان واسلام. انت عم بتقولي بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج ما استطاع. اشوفك ما بتصوم، اشوفك ما بتصلي. ثم الايمان اللي هو اعلى اعلى، هو بمد الاسلام. الايمان ان تؤمن، الايمان معنى التصديق في القلب بناتي. الايمان مو باللسان، بالقلب. الايمان هديك القلب وش لك منه بيدخل تكذب. الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء خير. كل هذا غيب، يؤمنون بالغيب. نحن بنعتقد ان الله على كل شيء قدير، ان ربك فعال لما يريد. نحن نؤمن بالذات الالهيه، هو اللي خلق المخلوقات ويخلق ما لا تعلمون. كل لحظه من اللحظات تخلق عوالم، لكن مين بتشوفوا انتم بناتي؟ انتم ما بتشوفوا، انتم بحلب غير حلب، ما بتشوفوا، بتشوفوا بعينيكم. في ناس بتشوفوا حلب وغير حلب وسوريا ومصر وغير مصر وامريكا والسند والهند بعين البصيرة. عين البصيرة هي المرادة، هي مرتبة الايمان. اما الاسلام عين هذه الشهادة، اما الايمان عين البصيرة. بدك لاجلك امنت بالله، الله غيب عليها، وملائكتي غيب عليها، ورسولي غيب عليها، وكتبي غير عليها، الى كل هدول غير. والقضاء خيري وشري. سألني واحد بعث لي مكتوب على القضاء والقدر، خلي طيب بيجيب لي حديث الايمان اللي جاء سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم وقال ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخره. قال لي هذا الحديث ديكت ورقه، قال لي هذا الحديث صحيح يوم الجمعه الجمعه. قلنا له ايه اسمه الحديث صحيح؟ قال مو قال الله تؤمن بالقضاء خيره وشره؟ ايه شلون في غيره؟
اديلك بقى الشر. اذا هو قلت له يا جاهل، خلق الخير والشر خلقا مو امرا، مو امر نهانا، امرنا الخير خلق الخير وخلق الشر، خلق الصدقات والصدق والأمانة والذات وكذا، خلق الخمرة، لكن نهاك عن الخمرة، نهاك عن الكذب. قلت له أمرك بالخير أنا، نهاك عن الشر عن إيه؟ تكلت عم تسوي الحق. إذا ما كان في شرب خمر مثلا أو قمار أو شيء صادة، منين بتعرفي؟ نعرفك أنت صادة وكذابة مع الله. لكن خلق الشر وهو مثل الخمرة، ونهاكي عن شرب الخمرة. إذا كان صحيح تؤمني بالله ما بتشرب الخمرة، وإذا شربتيها بقول مؤذن قال لك بتكذبي كذابة. الله سبحانه وتعالى ما بأمر بشر، مثل ما إبليس لما تجلى على العرش قال له لسيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، عبدي أبحت لك المحرمات، إيش بتي تساوي؟ قال له أخسأ يا خبيث، إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر. ده مثل ما بدوب الملح في الماء وهكذا. فبناتي لا تعتقدوا الله يخلق شقي او مقدر عجبينا، هذا كذب في كذب في كذب. الله انتوا يا بناتي انتوا بتربوا بنتكم تزني؟ قولوا لا، لكن انتوا ارحم اللي الله، انتوا رحمتنا كلياتنا، لحظة شيء قليل من كثير 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 من الله. فانت ما بترضي بنتك او ابنك عمله المخالفة، فكيف الله بأمره وكيف الله بخلقه بخلقه الشر وبأمره بالشر وبجعله شقي؟ هذا كذب، ما وجدنا هذا ابدا، ولا ذرة من هالذرات وجدناها ابدا. وجدنا الله لطيف حكيم، يضع الاشياء في محلها، عالم بالظاهر والباطن وقبله وفوق، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، عالم عليم علام وما شابه ذلك، ويعلم كل شيء ضاع في الوجود. وامرنا بالخير ونهانا عن الشر. انت بتعملي بنتك اختك، انا لا شك بدها تقعد مع الكذابات والله بدها تكذب، وتقعد مع الساقطات والله بدها تصير ساقطة. لو ما كان بتعرف الساقطة دليلكم في نسبة بينه وبينهم، ليش تقعد معهم حتى شو؟ نحن وقاطع لمن واصلت ايام غفلة، فما واصل الاحباب من لا يقاطعه. نحن بنعرف اللي كنا نمشي معه اولا، هلا ما نمشي معه الا اذا هو تبدل وصار ناس ملاح نمشي معه، ولا ما في نسبة بيننا وبينه ابدا قطعا. بس شفت وحدي انا عمال تعمل مخالفات سريعة قطعا استعدادها هي، الاستعداد هي القوة، والقوة الله، ان القوة لله جميعا. حط لك القوة في بصرك مثلا وقال لك انظري الى السماء واعتبري، وانظري في الشجر وانظري في المخلوق واعتبري، لا تنظري في الرجال. ليش عم تنظري في؟ قال ليش عطاني العوينات؟ قال لك ليش عم تقولي لعبدته؟ ليبين لك كذابة، نهاكي ما انتهيتي. هل يوم من الايام الله نهاكم عن شيء بنفعكم؟ لا والله. هل امركم بشيء بضركم؟ لا والله البتة. اذا بدنا ايمان صحيح، الايمان الصحيح هو بدلنا حقيقة على الله سبحانه وتعالى. نحن ما بنفهم، نعرف الله هو خالق الاشياء كلها، الله خالق كل شيء، هو امرنا بكل شيء اللي بيجعلنا كيان، امرنا بالكمالات حتى نصير كمل. وليش؟ حتى ندل المخلوقات في كمالات اللي الله اعطانا اياها على كمالاته حتى يتكمل. هذا هو. بقول لك انا شيخ، انا استاذ، انا كذا، يا اخي انت ليش تحب الدنيا كان؟ كذاب. اياكم تجلسوا معه، اياكم تاخذوا منه ولو اخبركم باشياء غيبيه. هذا ما له عبره، قلنا لكم الاشياء الغيبيه ما له دخل في الصلاحيه، اي لها دخل في النفس. لما بيريضوا نفسهم بتتريض نفسهم، خصوصا بالهند. بالهند كثير كثير، وهلا موجودين كثير بيسالوني. فلان بضرب حاله بالشيش. يا ابو بصلي؟ قال لا. قلنا له هذا منكور فيه. واستدرج. ضرب حاله بالشيش ما صاب شيء. قلنا له اذا بنرجع نفهمكم انه مرام نعيدها هي كثير.
القضية مركبة من شيئين، من عمل وعامل. العمل ضرب الشيش عادة لازم موت ما مات، ايش نسميها؟ خرق عادي، ونسميها كرامة. كرامة مربوطة في العامل في الباري. فالعامل بيصلي، قال لا، قلنا لو كان كرامة كان الله اكرمه بالصلاة اللي فرض عليه. لا، هذه استدراج لانه استعمل شيء في غير محله. وليش بقيت ما صابوا شيء؟ لانه الكرامات حاملات ودالات ودليلات على المعجزات. المعجزات ما كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم.